إذن لو قال لك قائل كتاب الطهارة على ماذا يحتوي؟ تقول كتاب الطهارة ينقسم إلى قسمين، طهارة معنوية وطهارة حسية. الحمد لله، هذا كتاب الطهارة، مفهوم؟ يلا تعيد. طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية طهارة من الشرك، لو صلى وهو مشرك شرك أكبر فصلاته باطلة، صلى وراء في صلاته فصلاته باطل. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من كتب الفقهاء، من كتاب الطهارة. أي طهارة؟ معنوية. إذن كتاب الطهارة، الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. معنوية ضد هذا الشرك أكبر وأصغر. الطهارة الحسية الآن، الطهارة الحسية تطهر ماذا؟ أخذنا في الدروس المهمة ثلاث أشياء: بدن وبقعة وثوب، صح؟ نعم، بدن وبقعة وثوب، هذه طهارة إيش؟ طهارة حسية. الطهارة الحسية إما أن تكون طهارة حدث أو طهارة خبث. كم قسم طهارة حسية الآن؟ قسمين، طهارة حدث وطهارة خبث. الحدث يا أخواننا، الحدث أخذنا في الدروس المهمة أصغر وأكبر، وطهارة خبث بدن وبقع وثوب، صح؟ بماذا تكون الطهارة حسية؟ بماذا تكون؟ بالماء وهو الأصل، وبالتراب وهو الفرع، صح؟ والماء ينقسم إلى قسمين على الصحيح على ما ذكر المؤلف: طهور ونجس. هذا كتاب الطهارة، الحمد لله أتممنا. هات كتاب الصلاة، اجلس. من يعيد لي كتاب الطهارة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، قلنا الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية، وأهم شيء طهارة المعنوية. طيب، تتطهر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. نعم، إنما المشركون نجس. الطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين: حدث وخبث. حدث أكبر وأصغر، وخبث بدن وبقعة وثوب. بماذا تكون الطهارة؟ بالماء وهو الأصل، والتراب وهو الفرع. والماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. هذا كتاب الطهارة. إخوانا، احنا ما نريد يعني نطيل عليكم، نريد هكذا تضبط المسائل الآن واحدة واحدة. من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قال الربان الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. في يوم واحد تريد أن تكون فقيه؟ ما يمكن. واحدة واحدة. نعم.